زهرة عاملة ايه يا بنتي؟ أمي وحشتني جوي يا عم. لسه ما جيتش؟ لسه، أنا قلبي واكلني عليها جوي، خايفة يكون جرالها حاجة. ربنا كبير يا بنتي، يهديها لك وترجع بالسلامة. ترجع من فين بس؟ أمي عمرها ما سابتني وحدي أبدا. وحدك ليه يا بنتي؟ واحنا رحنا فين؟ أمي عمرها ما سابتني وحدي يا عم. حتى بعد ما ابوي رجع فضلت تنام جنبي، انا مش قادره اغمض عيني وانا حاسه نفسها بعيد عني. بس يا بنتي بس، اطلع. الله يرحمها، ما كانش في زيها. زيها فين؟ هو في ذلوك غير الحريم البارده؟ الله يرحمها، كل البلد تحبها. أصلها معروف، مناخيرها في السما، مش زي الواحدة اللي تبقى عارفة إن محدش طايقها وتيجي وتقعد وسط الناس. سلامة يا نوارة. عرفتي يا بنتي؟ جوزها أول ما عرف خد طيارة وجابها على طول. أمال والد أصول، ومرضيش يقول لها حاجة، قال لها عمتك عيانة بس. اسم الله يا حبيبتي. ازيك يا نوارة؟ الحمد لله يا فرح. عاجبك التهزيج وقلة القيمة؟ الواجب مش قلة قيمة، ده كان ناقص يحدفونا من فوق. احنا عملنا الصح. ولا المره منادها بتداري على نواره بنت جوزها وتقول جوزها جابها، وهي تلاقيها جايه غضبانه. يما مالناش دعوه، خلينا احنا في نفسنا. نفسنا؟ عارفه لو رحت عندهم هموتك. هروح. قاعدة وابوي مش قاعد. امال امك راحت فين يا زهرة؟ ما عرفش. ما تعرفيش كي؟ عاوز ايه؟ قصر. عاوزين الرضا. امشي، انت راجل كبير ومش عاوز اقول لك كلام بايخ. مقبولة منك، برضو حالتك صعبة. امك ما حدش عارف مين وداها فين. تعرف لو ما مشيتش دلوقتي اتصرف معاك تصرف عفش. ماشي يا زهرة، بس حبيت اقول لك كلمة. دوري على امك يا زهرة. بنك التسليف اتسرق في عز النهار واتضرب نار على الغفير وحرس البنك. ايه الكلام ده؟ عمرها ما حصلت. بنك وفي النهار؟ المشكلة في الفلوس والمودعين والناس اللي ماتوا. محدش لحق العيال، كانوا راكبين موتوسيكلات وهربوا بيها قدام كل الناس. ايه الفجر ده كله؟ عموما احنا بندور عليهم، واكيد هيقعوا في ايدينا ان شاء الله. اكيد يا بيه. مين اللي عندك عمل كده يا ضبي؟ الموضوع ده عندي يا حاج وانا هخلص. من متى في عندك وعندي؟ عاوزهم عشان خاطري يا حاج. بلاش، انا اتستر على مسلمين، عمرها ما حصلت ولا هتحصل. خلاص يا حاج، عليا بيمين ما هتتكرر تاني. ما عنديش اولاني عشان تقول مش هتتكرر تاني. خلاص يا حاج، انا هخلص لك الموضوع ده. انا بس اللي احل واربط يا ضبي، بدل من غير يمين أهد الجبل فوق راسكم بالديناميت، ما يفضل منكم إيد ولا رجل. بالراحة يا حاج. إيه؟ هتشتغل من ورايا يا هضبي؟ فين الفلوس؟ أنا تبت عن الحرام وأنت عارف. يبقى ما تتسطرش عليهم. نادم على العيال يا سبات. اسمك ايه يا واد؟ مخيمة. وانت؟ رجب. وانت
أنا عارفك، أنت يا ولد راضي يا حاج، وإيه اللي مخرشمك كده يا راضي؟ أنا عشان ما أعملش حاجة من وراي. ليه عملت كده يا راضي؟ عشان إحنا مش خدامين عند حد. خدامين؟ عند مين؟ عندك. اخرس يا واطي يا ابن الواطي، ده ولي نعمتك ونعمة أبوك. سيبه يا هدر. مين اللي قال انكم خدامين؟ لولاي وابوك عارف، وكلكم عارفين لولاي كان زمانكم كلكم فوق طبلية عشماوي. انا اللي لميتكم وبعدتكم عن الحكومة وعن شركم، وما خليتش حد فيكم يأذي حد غيره. احنا احرار، نأذى او ما نأذوش كل اللي حسابنا. من ميتة حد فيكم بيرد عليا بالطريقة دي؟ ها؟ فين الفلوس؟ مفيش فلوس. أنا كنت ناوي أديك الفلوس ترجعها واستسمحك تسيبهم، لكن ثلاثة بالله العظيم لا تسلمهم هم والفلوس. طبعا هسلمهم إلا دي. يا باشا، عرفت العيال بتوع حكاية البنك؟ مسكناهم على طريق الصعيد. لا لا، مش هم اللي ضربوا نار ولا موتوا، لا، التانيين مش لاقيينهم، دول خططوا بس، الفلوس معاهم. ما تقولش حاجة يا باشا، احنا بنحب الحكومة والاستقرار. مع السلامة. هتسلم ولدك يا حاج هضبي؟ واسلم ابوي لو ما ربانيش. انا قلت له مش انتوا اللي قتلته عشان يخفف؟ هضبي كتفهم وديهم طريق اسيوط جنب قطر بضاعة، كأنهم هيركبوا، نسلمهم احنا احسن ما يتمسكوا وتبقى في وشنا. امرك يا حاج. بس يا واد، بس يا واد. هضبي قدر على ولده وانت ما قدرتش يا محمد. انت ايش بتفتكر يا عم الحاج؟ الاسبوع خلص قوام يا حمد. وصلت عمك سيد؟ من بدري يا عم الحاج، والولد جوا بيتعشى. خلي مناع يحاسب المقرئين. امرك يا عم الحاج.